صباح الخير مرة تانية. دلوقتي جه ميعادنا مع متابعة لمانشيتات وعناوين صحف اليوم، وهنقرأها النهاردة مع الصحفي الأستاذ عبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير بوابة روزا اليوسف. نهارك سعيد يا أستاذ عبد الجواد. نهارك سعيد، نهار السادة المشاهدين أسعد إن شاء الله. مانشيتات صحف اليوم 4/4/2014، أربعات كتير قوي. اليوم هيتقفش نفسه نفسه هيتقفش. طيب مانشيتات وعناوين صحف اليوم، واول خبر معانا من جريده الاخبار وبيقول: بامر مجلس الجامعه الشرطه عادت الى جامعه القاهره ولن تخرج منها. من الاهرام: تشديد العقوبات على الجرائم الارهابيه. من الوطن: الاخوان يجتمعون في قطر للبحث عن وطن بديل. من الاخبار: هيكل بيقول لم اكتب برنامج السيسي والإخوان شريك أساسي في مخطط تقسيم الشرق الأوسط. من المصري اليوم: السيسي يتجاوز التوكيلات المطلوبة وصباحي يستخرج الفيش. من الأخبار: 700 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات الكهرباء. ومن المصري اليوم: تصاعد ردود الأفعال على حديث مبارك. وأخيرا من الأهرام: بطليموس الخامس يظهر في المنيا. نهارك سعيد مرة تانية صحفي الأستاذ عبد الجواد أبو كب. ونبدأ بأول خبر معانا من جريدة الأخبار، وعودة الأمن أو الداخلية للجامعة. ما أعتقدش إن ده الحل ده مبدئيا، لأنه إحنا إذا بنتكلم إنه الحل إحنا بنسيبه للوزارة الداخلية لوحدها نبقى بنظلم وزارة الداخلية. أنا في الحقيقة، ويمكن اتكلمنا من الأسبوع الأول لحسام عيسى عندما كان وزيرا للتعليم، وقلنا إن المشكلة في وزارة التعليم العالي وفي طريقة إدارة الجامعة، لأنه نحن لا ندير منشآت تعليمية في الحقيقة. إحنا بنعمل كل حاجة ملهاش أي علاقة بالاستراتيجية الشاملة. ليه الطالب بيروح الجامعة وليه ما بيدرسش وهو في البيت؟ علشان أنا بكون هنا في الجامعة شخصية الطالب. أنا في الحقيقة ما بعملش ده دلوقتي في الجامعات. أنا لدي نظام مهترئ، لدي فعاليات وأنشطة على الورق وهمية، إن أنا بسجل نشاط، إنما بشكل حقيقي أنا لا أستوعب الطلاب بشكل حقيقي. وسايب في الحقيقة التيارات المتأسلمة والقوى السياسية تلعب داخل الجامعة أكتر من أي حد. بس دي خطة بعيدة المدى. لو اتكلمنا الحل الآني إيه؟ وبعدين استوقفتني هنا منشط الأخبار بتقول الشرطة عادت إلى جامعة القاهرة ولن تخرج منها. ده مش حل آني. وخلينا بس نتكلم انه من ايام حسام عيسى وهما بيقولوا ان ده حل آني ولم يكن حلا في المطلق. انا عندي الجامعة جزئين، جزء طلاب عاديين وجزء ينتمون الى جماعة الاخوان المسلمين، وهما دول اللي عاملين المشاكل بشكل كبير جدا. انا هنا هما بيعملوا مظاهرات فتبدو ان الجامعة كلها مرتبكة. أنا عندي رؤوس لمن يقومون بهذه التظاهرات. ما ينفعش إن أنا بعد 9 شهور أو بعد، يعني خلاص، يعني المسألة بقت كبيرة جدا. إحنا داخلين على سنة، يعني إحنا 3 شهور وهنبقى، يعني حضرتك بتقول حضرتك ضد عودة الشرطة؟ لا، أنا مش ضد عودة الشرطة. أنا ضد الحل الفردي، ضد أن نحمل الأمن ما لا يحتمل. وأنا في تقدير إن الأمن ما يقدرش يسيطر. هو عنده لما يبقى عنده 200,000 طالب مثلا في الجامعة هيسيطر عليهم إزاي؟ يعني هي الفكرة. وخلينا بس نتفق إنه الولاد أحيانا بيتظاهروا بالعدوى، يعني هو بيبقى عنده مشكلة، المشكلة دي متعلقة مثلا برصد الدرجات، أنا ما ينفعش أروح متعامل معاه على إنه مظاهرة. ففي مشاكل صغيرة في الجامعة أنا لازم أحلها، ولازم يبقى عندي نظام حتى للجدول. يعني إزاي أنا أطلب من الأمن إنه يبقى موجود طول أيام الأسبوع وطول الأوقات، وأنا في النهاية عامل جدول للطلبة. هذا الجدول فيه محاضرة مثلا واحدة في اليوم، فيجي لي الطالب يقعد من الساعة 8 الصبح للساعة 6 داخل الجامعة. هي الفكرة. أنا محتاج أعمل مواعيد منضبطة، مواعيد واحدة، وأقلل فترة التواجد بحيث أن الطالب الموجود في الجامعة يبقى موجود للدراسة، ما يبقاش موجود وأفعل قصة الغياب في الجامعة، إنما ما يبقاش دخل الجامعة وهو ما بيحضرش. بس يعني لم تخرج منها دي اللي مكتوبة في الأخبار دي، إيه مرجعيتها؟ يعني لا، يعني هل في تصريحات ما ولا مصادر؟ لا لا، ده إيه؟ ده منشط صحفي يعني، ليت أكثر يعني. بس دقيق يعني ولا إيه؟ ولا غير يعني إيه لم تخرج منها؟ لا، هو مين اللي قال يعني؟ لا، هو أعتقد إن هو يقصد إنه المجلس الجامعة
الجامعه اللي قال هذا الكلام، انما هي الفكره مش انه انا في تقدير انه الشرطه برضو من الحكمه انها ما بتدخلش تشتبك في الجامعه الا عندما يستدعي ذلك الامر، حتى لو هي موجوده في الجامعه وهي موجوده داخل جامعه القاهره، بس هي الفكره انه حضرتك بتتعاملي مع جغرافيا صعبه في المنطقه، بتتعاملي مع تنويعات كثيره داخل الجامعه، بتتعاملي مع امر لابد ان يكون فيه الحل من كل الناس، ليس مسؤوليه وزاره الداخليه وبعدين الجامعه مش تحت حرب، يعني لا 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 يسقط طلبه صحيح على ايدي الامن ولا يسقط امن على ايدي طلبه لسه بيبتدوا حياتهم صحيح. يعني يتحولوا لمجرمين، يعني مش ساحه حرب اطلاقا. يعني وقعت التحرش في الحقيقه اللي الناس كلها اتكلمت عليها، محدش قال لنا لغايه دلوقتي هل البنت طالبه ولا لا؟ طالبه في كليه حقوق ولا لا؟ هي طالبه. فين؟ ما اعرفش في كليه مين ايه، بس مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ ثانيا فكره هذا الاتهام الكبير لكل طلبه حقوق بالمناسبه فيها قسمين انجليزي وفرنساوي، البنات اللي فيهم بيلبسوا لبس يعني لحد ما مختلف عن الجامعه ووقور وما ينفعش انا عشان اي حادث فرد كده فاقول مظاهرات يبقى كل طلبه جامعه القاهره وحشين، حاله التحرش لازم اشوف الواقع. يعني تحدث جابر نصار للفضائيات في الحياه وما كانش عنده معلومه، هي الفكره هنا انا دوري ايه؟ دوري انا مش ان انا كمان احول الجامعه الى تكنة عسكريه وان انا احاسب الطالب على تحركاته، لازم احولها الاول لمنشاه تعليميه، جامعه تعليميه كده انا عندي انشطه ترفيهيه اوقفها تماما واقعد اشتغل على فكره عندي شهرين اشتغلهم بشكل تعليمي، اي طالب يخرج عن النص اطلعه بره الجامعه فورا وملوش دخول. يعني هي الفكره كمان ان انا بس هي البنت ما خرجتش عن النص الحقيقه، انا ما بتكلمش عن البنت. امال ايه؟ لا بصي ده دي مشكله الاعلام في الحقيقه ان احنا انا بتكلم على المظاهرات دلوقتي. طب انا عايزه انتقل للخبر عشان الحق. لا مش عايزه، رجعتينا لقصه ثانيه وانا بقول لحياتك معلومه انها اسوا البنت لو مش من الجامعه كارثه. طيب انا عايزه بس ادخل في الخبر اللي بعده علشان نلحق نخلص. تشديد العقوبات على الجرائم الارهابيه، هل ده ليه علاقه بقانون مكافحه الارهاب اللي هيصدر قريبا؟ تشديد العقوبات مهم، انما مش الفكره في التشديد، يعني احنا عندنا برضو حاجات كثيره في القانون تعالج القصه، بس طول امد التقاضي. يعني انا عندي جمله من القضايا بتطول 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 ومع طول الوقت في الحقيقه، يعني بما فيها محاكمه قيادات الاخوان الرئيسيه المتورطين بالفعل في جرائم انا لم تصدر بحقهم احكام، مع ان في قضايا يعني شبه خالصة أنا محتاج إجراءات التقاضي تبقى أقصر، يبقى عندي محاكمات ناجزة علشان أعمل عدالة ناجزة، لأنه مع طول الوقت فرصة إفلات المتهمين من العقاب بتبقى أكبر. ويمكن شفنا بعض القضايا اللي فاتت اللي يعني أحداث الأزبكية فيها كم براءات كثير جدا، شفنا الواقعة بتاعت اسكندرية فيها كم براءات، إنما الفكرة إن أنا يعني المتهم الرئيسي ده لابد أن يضبط بشكل حقيقي ويعاقب. في حادثة القاهرة المتهم الرئيسي الحقيقي لأن مثلا حادثة الإعدام اللي وقعت الإعدام لل 540 وأكتر دول برضه صحيح. دي غير منطقية ولابد أن تضبط الحكومة إيقاعها. يمكن اتكلمنا مرتين هنا في هذا البرنامج عن وزارة الاتصالات وبنقولها تاني، يعني في الاجتماع اللي كان معمول لم يكن موجودا رئيس وزير الاتصالات في الاجتماع الامني اللي كان موجود اللي عامله الباشمهندس محلب، المهندس محلب وزير الاتصالات انا بيقطع عند التليفون، مصر كلها بيقطع عندها التليفون ما بيكملش دقيقه. في العمليه الارهابيه بتاعت جامعه القاهره ظلت الخدمه بامتياز طوال فتره تنفيذ العمليه، ده انا بحط تحته مليون خط التليفونات مرة تانية، التليفونات اللي موجودة في الشوارع اللي ما عندهاش بيانات ودي تمثل أكتر من 50% مراجعة أعتقد لم يحدث. يعني كان في خبر في أحد الجرائد من كام يوم إن هي تم مراجعة اللي ملهاش عقود. حياتك ممكن تنشري إعلان لأي شركة اتصالات في أي برنان حضرتك وتبعت الخبر هينزلوه. انزلي حضرتك شارع خيرت، انزلي البطل أحمد عبد، حتى البطل أحمد عبد العزيز، شارع عبد العزيز وسط البلد، هتاخدي أي تليفون بخمسة جنيه وهيشتغل معاكي دونما أن يراجعك أي حد من أي من شركات الاتصالات الثلاثة. طيب إيه حكاية بقى الوطن البديل للإخوان اللي بيجتمعوا في قطر للبحث عن وطن بديل؟ فين بقى يعني الله. يعني قطر في الحقيقة بتلعب دور يعني خلينا نقول إن هو بات أكثر فجاجة، يعني تلعب في الملف المصري بشكل سيء، تلعب في الملف السعودي من ناحية اليمن، تلعب في حتى القضية الفلسطينية محطمة أي جهود للمكاسب الفلسطينية. يعني لما بيحصل أي تقارب أو أي وصول لمفاوضات حقيقية على الأرض وإن كانت المفاوضات كلها ضعيفة، إنما بيطلع صاروخ واحد من حماس المدعومة رأسا من قطر بيبوظ أي حاجة. قطر تحاول أن تكون دولة
لا قطر تحاول أن تكون سيدة موقف على أرض لن يشبح لها فيها أي موقف، إنما هي في الحقيقة بتلعب دور. وأنا في الحقيقة عندي مشكلتين في هذه القصة. قطر بتحاول أن تدعم إعلامها بشكل كبير جدا حتى فيما يتعلق ب يعني إذا كنا بنتكلم فين على الوطن البديل ده. طيب يعني وطن بديل يعني إيه؟ مش فاهمة يعني. هي الفكرة أنه هو مصر كانت الاستراتيجية الكبيرة للإخوان المسلمين، وهو هنا بيتكلم ما بيتكلمش على التنظيم الإخوان في مصر. ولازم نقول أن الخطورة الحقيقية في التنظيم الدولي للإخوان اللي هو بيدير العمليات دلوقتي وبتحرك في أثيوبيا وبتحرك في من تركيا وبتحرك في لندن، حتى المراجعات بتاعت لندن والحديث عن يعني بحث وضع الإخوان ده كلام في الحقيقة يعني ملوش أي لازمة، لأنه المخابرات الإنجليزية عارفة كويس أوي وضع الإخوان وعارفة أن لندن هي الملجأ الأساسي لجماعة الإخوان المسلمين. فقطر في الحقيقة ده ليس المؤتمر الأول، ده تقريبا سابع مؤتمر في شهر بيتعمل للإخوان المسلمين في الدوحة العاصمة القطرية. قطر ضخت تمويلا ضخما في جزيرة مباشر مصر، وبتشتري فيديوهات من الهواة حتى هنا في مصر، ومن ناس شغالين في فضائيات، ومن ناس يعني فيهم ما يمكن أن نسميهم رموز للثورة، بتشتري الفيديوهات دي. وعشان كده احنا شايفين هذا الضخ، هي بتعتمد على فكرة المواطن البسيط. دلوقتي هنلاقي فكرة الأسعار، بينزلوا القرى بيسجلوا، وده لازم برضو يتعمل له ضبط مع الضبط اللي كنا بنتكلم فيه على الضبط الأمني، يعني الحل شامل. إنما قطر تحاول أن تمارس دورها العابث مجددا، وأنا في تقديري لابد أن يكون للخارجية المصرية موقف حاسم في هذا الأمر. أنا هذه الدولة تتعامل معي باعتباري عدو، وبدور ما بتعملهوش مع العدو الإسرائيلي. طيب أنا عايز أخد خبر الكهرباء عشان أدخل بعد كده على الانتخابات ورا بعض. 700 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات الكهرباء. هو النور بيتقطع عشان المحطات، ولا النور بيتقطع عشان نقص الوقود، ولا عشان إصلاح محطة أبو قير، ولا النور بيتقطع ليه؟ لأنه مفيش استراتيجية لوزارة الكهرباء. احنا كنا عاملين ندوة مهمة جدا في بوابة روزا اليوسف امبارح عن أزمة الطاقة في مصر، وكان مشرفنا وزير البيئة السابق، وكان مشرفنا رئيس لجنة الطاقة والبترول في اتحاد الصناعات. وفي الحقيقة الكلام في هذه المنطقة بالتحديد خطير، يعني لما نعرف انه جهاز الطاقة تم إلغائه علشان بيبوظ مصالح الوزارات، وجهاز الطاقة ده اللي كان بيعمل الاستراتيجية وتم إلغائه في 2006 في عهد مبارك، ثم ألغى الببلاوي اللجنة بتاعة الطاقة، وحب ان هو لما جم فقالوا نعرض على اللجنه بتاعه الطاقه، فقالوا له يا معالي الرئيس انت لغيتها، قال لهم نرجعها تاني. وده يقول لك ان احنا ما عندناش استراتيجيه، مش خطه يعني اي حاجه. يعني الببلاوي جه كمل على اللي عمله هشام قنديل. انا حاليا في مصر انا عندي مشكله اخطر بالمناسبه، مساله الكهرباء المنزليه ما هياش معضله ابدا، يسهل توفيرها. إنما بس احنا هي مش هي الاساس في الاستهلاك يعني. لا انا بتكلم على الصناعه، بتكلم على المستشفيات، بتكلم على استثمارات بالمليارات. لو حياتك عندك مشكله طاقه ما حدش هيجي يستثمر في مصر. فانا عندي مشكله حقيقيه لازم اتكلم، وما تتكلمش فيها وزاره الكهرباء. وزاره الكهرباء بتتكلم على الجزء اللي هي بتعمله، وهي بتعمل كارثه لانها بتستهلك ايضا طاقه ممثله في المازوت اللي بتشغل بيه المحطات. لا هو في رئاسه الوزراء طلبت او مش طلبت يعني اقرت استخدام الفحم في المصانع. لا الفحم ده لمصانع الاسمنت تحديدا، او لبعض المصانع، ما بينفعش في كل المصانع. وحتى ده له اشتراطات بيئيه، هل احنا هنقدر نعملها ولا لا، فكره الاستخدام الامن ولا لا. انما انا عندي الطاقه الشمسيه لابد ان اتوسع فيها بشكل كبير جدا، لانها بتوفر لي الكهرباء، وممكن تدي عائد ربح حتى للمواطن نفسه اذا تم توفيرها. فانا لازم ابحث عن حزمه من الطاقات المتجدده اشتغل بيها واقلل الاستهلاك بشكل حقيقي، وده ما بيتمش للاسف في المصالح الحكوميه. يلا ندخل بقى على ملف الانتخابات. نشوف هيكل بيقول لم اكتب برنامج السيسي، وبعدين في التوكيلات السيسي يتجاوز التوكيلات المطلوبه، وصباح يستخرج الفيش، وعندنا تصاعد ردود الافعال على حديث مبارك. انا برضو حابه الحقيقه اربطها بمساله الانتخابات، لاني بقت استخدمت كحرب بين الطرفين، يعني كل واحد بيحدف الحديث بتاع مبارك على الثاني. لا ده شكر في فلان، لا ده شتم في فلان، يبقى فلان وحش فلان حلو، فهي بتستغل انتخابيا يعني. يعني اولا يعني في الحقيقه الاستاذ هيكل يعني على عيننا وعلى راسنا، بس انا يعني فكره ان يظل رجل واحد عراب للوطن طول هذه الفتره دي قصه في الحقيقه مش لطيفه ومش مفهومه ومش محبوبه. وانا في الحقيقه كنت اتمنى ان يعتذر الاستاذ هيكل عن دعمه الكامل القوي
طوال السنوات الطويلة الماضية للإعلام القطري على حساب الإعلام المصري. يعني الأستاذ هيكل يعني صنع ثروة ضخمة من الجزيرة. الأستاذ هيكل ميز الجزيرة على كل الفضائيات المصرية. ساعتها كل الناس كانت بتتفرج على الجزيرة يا أستاذ عبد الجواد عشان نبقى موضوعيين برضه. خلينا بس نبقى. وكانت هي الملجأ الموضوعي في الأخبار أو يعني خلينا بلاش الموضوع الملجأ يعني. خلينا بس نتفق. القوي في الأخبار. لا مش صحيح. الجزيرة ما هو دي وجهة النظر برضه اللي إحنا عملناها مع الأناضول بعد كده. وبعدين اكتشفنا أن الأناضول أحد الأذرع لا يوجد تلفزيون لا يعمل لمصلحة بلده، لا يوجد تلفزيون، ده تلفزيون كان بيعمله وزير خارجية قطر. يعني وقطر على طول الخط، قطر لم تكن داعمة لمصر ولم تكن صديقا رئيسيا بشكل حقيقي. طب بعيدا عن الكلام ده، مين اللي كتب برنامج السيسي؟ أستاذ هيكل بيقول لم أكتب برنامج السيسي، مين اللي كتب برنامج السيسي؟ هو في الحقيقة حد واحد قال إن هيكل كتب برنامج السيسي، إنما وفق المعلومات المتاحة أن هناك مجموعة من الخبراء كتبوا برنامج هل في أسماء معروفة مثلا؟ لا في الحقيقة يعني كل ده هيعلم بشكل رسمي. يعني خلينا بس نفصل إنه إحنا لما بنتكلم على السيسي إحنا ما بنتكلمش على مرشح، نحن نتكلم عن مرشح كان رئيسا للمجلس، مجلس القوات المسلحه. يعني برضو ده موقفه حساس. يعني زي ما الناس بتقول ما ينفعش ان هو يمشي لا ينفع يمشي بحراسه. يعني ده رجل مستهدف ورجل مستهدف بقوه. يعني انا ما ينفعش اجيب مدرس مع احترام لكل المدرسين ان هو ترشح للرئاسه فعامله معامله حد. يعني لازم يبقى في حد بيعامل كده. انما فكره الظهور في المشهد في الحقيقه الاستاذ هيكل يحاول الظهور في المشهد. ناس كثيره حتى حديث مبارك ان صح فهو ايضا، بس هو في تسجيلات نشرة. التسجيلات لا تعني أن التسجيل تم، لأنه التسجيلات ممكن الناس تتكلم. من عندي زي ما التسجيلات نشرت فريد الديب نفى. وفريد الديب لا، بس التسجيل اللي خرج بتاع المصري اليوم ظهر فيه صوت الصحفي بأسئلة واضحة وبيرد عليها الرئيس الأسبق بإجابات. مين اللي حدد ده؟ لجان فنية. لجان فنية ولازم يتقال. هو فريد المحامي فريد الديب نفى الحوار ده. نفى ما هو بينفي كل الحوارات وبتطلع صح. انا يعني خلينا نقول انه علاقه لا ما فيش حاجه بالمناسبه طلعت صح فعلا الا التسجيلات المسربه. ودي كان يجب ان يحكم فيها حد، لانه برضو احنا بنتكلم على اخلاقيات مهنه هنا. انما لو صح ده توقيت يثير علامه استفهام كبيره جدا. لانه وانا في تقديري إن كيف تقرا التوقيت، اقرا توقيته انه ضرب مباشر في المشير السيسي. يعني بصراحه شديده جدا. ليه دلوقتي؟ يعني ونربط ده مع بعض التسريبات هنا وبعض التسريبات هنا عن عودة مبارك وهذه التعليق في هذه المنطقة بالتحديد انه بيدعم المشير السيسي. يعني ده في الحقيقة يعني يحمل الرجل ما لا يجب ان يتحمل. طيب التوكيلات بقى وصلت لفين؟ توكيلات السيد عبد الفتاح السيسي والسيد حمدين صبري على الارض. على الارض السيسي متجاوز كل المراحل بعيدا عن. لا انا عايزه ارقام، انا مش عايزه كلام. لا انا ارقام اولا الارقام الوحيد بالمناسبه مع احترامي لكل الناس اللي بتتكلم على الارقام، الوحيد اللي ارقامه صحيحه الشهر العقاري. والشهر العقاري لم يعلن جمله ومش هيقدرش يعلن دلوقتي. هو لازم يستنى انتهاء فتره التوكيلات وبعدين. هو المطلوب كم توكيل؟ 25000 توكيل من اكتر من محافظه. من اكتر من محافظه. فهي الفكره انه ده يعني خلينا نقول ان في معلومات. يعني لان انا لو حسبت التوكيلات اللي الناس قالت انها ودتها من كل الاطراف هتتجاوز احيانا نصف عدد الناخبين، وده مش حقيقي. اللي بيروح يصوتوا يعني وده مش حقيقي. لانه كل حد بيقول انا عملت 100000 توكيل وانا عملت 50000 توكيل. فعلا انا افضل توكيل. ما اقولش بقى كده الا لما بتعلن الشهر العقاري لأن الارقام حسبناها في اول يوم. مقارنه بما صرح به الشهر العقاري على مستوى الجمهوريه في الحقيقه تلاقينا النسبه لا تتعدى 2% مما اعلن ان الناس عملته. طبعا هنسمع تهويلات لان ده ضمن الحملات الانتخابيه. في على الجانب الاخر فيما يخص السيد حمدين صباحي، كان اشتكى هو والتيار الشعبي وحملته من بعض الإعاقة اللي بتحصل لحملته أو للناس اللي راح تعمله توكيلات في الشهر العقاري. يعني ظهرت فيديوهات وصور للشهر العقاري مكتوب بحاجات ضد حمدين صباحي على حيطان الشهر العقاري، وبيقولوا الموظفين بيمنعوا الناس أو بيعيقوا عملهم توكيلات للسيد ده صحيح. يمكن اخطرها كان في بني سويف لما كتبوا حامدين يعني زودوا له الف وده يبطل التوكيل. وفي يعني حمله صباحي اشتكت اكتر من مره انها تم الاعتداء عليها وغيره. ده في الحقيقه سلوك يجب ان يحاسب. ما هو هي الفكره هنا
ان انا في موقف زي ده اشوف الموظف اللي عمل ده وده دي مهمه وزير العدل ويقال فورا من منصبه، ما يبقاش متعامل حتى مع الجمهور مش مع حمله حمدين. مين مسؤول بقى، لجنه الانتخابات ولا مين المسؤول انه يعاقب الموظف ده؟ دي مسؤوليه الشرع العقاري. الشرع العقاري، الشرع العقاري وزير العدل. يعني احنا بنتكلم على وزير العدل المفترض ان هو يحقق في هذه الواقعه، وخاصه ان حمله حمدين تقدمت بشكاوى رسميه في هذا الامر، لانه ده ممكن يعمل نوع من اللغط الكبير جدا فيما يتعلق حتى بسر ونزاهه العمليه الانتخابيه. صحيح صحيح. بطليموس الخامس يظهر في المنيا، مصر تعوم على اثار، يعني احنا ممكن نكون قاعدين في مكان ومش متخيلين، يعني الواحد الناس بتحفر تحت بيوتها تلاقي اثار ما شاء الله. والله هي بس الفكره احنا بنعمل ايه ده، بنطلعه ونبيعه. يعني احنا لو اتكلمنا بيتسرق ويتهرب، لو اتكلمنا على العرابة المدفونة او بيتكدس في المتحف ومحدش بيعرف يتفرج. لا ما بيتكدسش في الحقيقة، يعني الناس بتصرفه كويس قوي، خاصة في الثلاث سنين اللي فاتوا وما قبلهم في الحقيقة، وفي كلام كتير جدا في هذا المنطق لم يحقق فيه احد. انما لو احنا بنتكلم على الاثار، يعني احنا في قايتباي مثلا رمينا احجار عشان نصد الموج، وبعدين اكتشفنا ان تحتها اثار في البحر، وده يقول ان احنا ما عندناش خريطه للاثار ولا بعد حقيقي وعلمي للمساله، وانه اي حد، ويمكن حاله الهرج والمرج اللي بتحصل في القرى وهذا الاقتتال على استخراج الاثار طوال ال 20 سنه 30 سنه اللي فاتوا يقول قد ايه القصه مرعبه. انما احنا عندنا مدينه زي اخميم دي بالكامل تحتها مدينه فرعونيه، المنشاه تحتها مدينه فرعونيه، العربه المدفونه على طول الطريق من العربة المدفونة إلى سقارة، نحن نتحدث عن آثار فرعونية لم تكتشف بعد طريق بالكامل. وحتى لما بنيجي نزرع في هذه المناطق ما فيش أي حد بيعمل مسح حقيقي لهذه المناطق اللي ممكن تبوظ الآثار. لنا أن نعرف أن مارينا بتاعت الناس الكبيرة، مارينا العالمين، بنيت على جزء من هذه الأراضي بتاعت الآثار، ولم يراجع أحد الموقف. وفي الحقيقة حتى في الدول المحترمة اللي بتحترم تاريخها، لما أنا بلاقي آثار ما ينفعش أقول والله أصل بعد 2 متر ما عنديش آثار فابني، لأنه ده بيترتب عليه ما ترتب عليه دلوقتي أن احنا في المنيا بنينا فاكتشفنا دلوقتي أنه هناك مدينة. إنما في يعني مثلا تمثال رمسيس اللي كان موجود في ميدان رمسيس، في الحقيقة في سوهاج في واحد أكبر منه والاثار مرميه على الارض. وحتى احنا هل نحن نحترم اثارنا؟ انا في تقديري ان الاثار المصريه كافيه تماما لو احنا يعني تعاملنا معها بشكل حقيقي انها تدر ربح يعادل ربح او الدخل بتاع قناه السويس. انما احنا حتى فيما يتعلق بتقليد التماثيل الصغيره احنا سايبين ده للصين، ولم نتحرك قيد انمله علشان نعمل حقوق للملكيه الفكريه المصريه في هذا الاتجاه. كنت في الواحات، اكتشفوا مومياوات فرعونيه قديمه عدد كبير جدا منها وسايبينها في مكانها، خايفين يطلعوها ومش عارفين يحطوها فين، مفيش مكان تتحط فيه. يعني نهتم شويه يا جماعه بالثروه اللي ربنا حبانا بيها دي، ونحافظ عليها ونستغلها استغلال يدخل لنا مليارات الجنيهات. يعني ربنا يحفظ مصر، والله احنا مش مقدرين قيمتها فعلا. يعني بشكر حضرتك جدا استاذ عبد الجواد ابو كب، رئيس تحرير بوابه روزا اليوسف، ونهارك سعيد. شكرا ليكي، وسعيد بالتواجد معاكم، ان شاء الله القادم افضل لمصر. يا رب يا رب ان شاء الله. وخلاصنا لسه متواصله معاكم وراجعين بس بعد الفاصل.